السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ صافا كلشي مزيان؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم في قناه الكترو فضل الله، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. المهم الاخوان، كما كتشوفوا في هذا الفيديو هذا غادي نبدلوا الميكرو ديال هذا الهاتف. الميكرو الاخوان هو اللي كي يوصل الصوت ديالك لشي واحد كتكلم معاه. انت الصوت ديالك انت هو الميكرو، هو اللي كيوصلو. يعني الاخوان، بغيت غير نوضح لكم واحد القضيه الناس اللي ما عارفينش. راه كاين الميكرو وكاين الباف. الباف الاخوان حتى هو بعض المرات كيكونوا جوج بيفان في التليفون، واحد ديال المكالمات وواحد ديال اليوتيوب والميديا ديال لي فيديو ديال اليوتيوب وديال شحال من حاجه. المهم الاخوان، خلونا في المايك. المايك الاخوان هو اللي كيوصل الهضره. هذا كيتسمى ميكرو، هذا ميكرو، هذا اللي لتحت ميكرو كيوصل الهضره. اما الباف الاخوان هو اللي كيخرج الصوت، هو باش كتسمعو. غير باش الناس اللي ما عارفين، كيجي كيقول لك خويا بغيت نصاوب الميكرو، بغيت نصاوب الباف عفوا. لا، راه ماشي الباف اللي خاسر عندك خويا، راه خصك توضح الامور. راه الناس اللي ما كانوش كيسمعوك، راه الميكرو الاخوان هو اللي خاسر ماشي الباف، لانه الباف بوحدو والميكرو بوحدو. ايوا. المهم الاخوان، الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش اللايك والاشتراك في القناه والدعاء. دعاء الاخوان، دعوا معنا، الله يسهل علينا وعليكم. مرحبا بكم.